هذه قصة البلاد الحزينة. قبل مئات السنين كانت بلاد اليابان بلادا حزينة جدا. أوه إنني حزين جدا. أنا حزينة جدا، لكن ماذا نعمل؟ وكان سبب حزن هذه البلاد أنها لما مات الحاكم لم يجدوا حاكما عادلا يحكم البلاد إلا رجلا شريرا لا يحبه الناس. أراد الناس أن يطردوا هذا الرجل الشرير وينصبوا رجلا فاضلا عادلا في الأحكام. صحيح، ولكن القانون يقول الرجل الذي يريد أن يصير حاكما يجب أن يحضر شيئا إلى القصر، شيئا لا يوجد مثله في أي مكان، شيئا لا يوجد مثله في الدنيا. طبعا هذا الصعب طبعا. وحاول كل واحد، كلهم حاولوا. يا صاحب المساوئ، سأكون الحاكم، هذه وردة لا يوجد مثلها في العالم. نعم نعم، لحظة، وما قولك بهذه الوردة هنا؟ وظل الناس حزانا كل الوقت يتأوهون ويئنون. لكن حاولوا وحاولوا. ما رأيك بهذا؟ معي مثلها. وهذه الطاقية؟ مثل طاقيتها. لم ينجح أحد ولن ينجح أحد. وفي يوم من الأيام فقيرة تعيسة ولكن رحيمة ذهبت إلى القصر. عفوا سيدي، أهذا مكان اختيار الحاكم؟ ها نعم، لماذا؟ أنا أحضرت شيئا. وضحك الرجل الشرير. ولكن ما هو الشيء الذي أحضرته هذه البنت ولا يوجد مثله في الدنيا؟ أسأل نفس السؤال. أنا. أنت؟ نعم أنا أحضرت نفسي، ولا يوجد أحد مثلي في الدنيا كلها. طبعا يوجد، انظري. نعم صح، لكنها ليست مثلي، لا يوجد في الدنيا بنت مثلي تماما، أبدا أبدا لا يوجد أحد. عيناي مختلفتان وشعري أيضا وحتى مشيتي مختلفة، أنا الوحيدة، لا يوجد أحد مثلي. تعال انظر إلى قدمي، وانظر إلى أنفي. اسكتي، سمعتك أنت على حق. صح. وبعد ذلك فرح أهل البلد لأن هذه البنت الذكية اللطيفة صارت الحاكمة، وذهب ذاك الشرير. انتظر، كيف تصير الحاكم وهي بنت؟ هي بنت، ها؟ إذن تصير الحاكمة. وهكذا صارت البلاد الحزينة بلادا سعيدة، وهكذا عاشوا مسرورين.